برنامج تدريبي وأساليب متطورة يقدمها أخصائيون ضمن دورة تدريبية في مديرية البيئة في اللاذقية لتقييم الأثر البيئي للمشاريع على اختلاف أنواعها. من صلب عمل مديرية البيئة هو تقييم الأثر البيئي، والدورة اللي بتقيمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة حاليا لمبنى مديرية البيئة هي على مدى 3 أيام، وهي بتتضمن تعريف أكبر بمنهجية تقييم الأثر البيئي وطريقة تقييم الأثر البيئي، سواء المرحلي سواء استراتيجي، وهذا كتير له أهمية أساسية بعمل مديرية البيئة وعناصرها من خلال مراقبة النظم البيئية وحمايتها من أي تلوث محتمل. عم نحاول إن نفهم المشاركين أو نعطيهم فكرة واضحة وواسعة عن شو الآثار البيئية اللي ممكن تنتج عن المشاريع الصناعية المختلفة، سواء كانت السلبية أو الإيجابية، وهي الآثار شو أهميتها، شو مدى خطورتها، شو أنواع هي الآثار اللي بتنتج، وشو الخطط والإجراءات اللي ممكن نحنا نقوم فيها كجهات معنية، سواء كوزارة إدارة محلية وبيئة أو كمديريات بيئة بالمحافظات، حتى نخفف من هاي الآثار اللي ناتجة عن هالنشاطات إلى الحد الأدنى. فهذه دورة تدريبية أولية نستطيع من خلالها بالتعريف بالتقييم الأثر البيئي، ومن خلال دورات لاحقة أخرى أن ننشئ خبراء بيئيين يمكن الاعتماد عليهم بدراسة أي منشأة قيد الإنجاز أو منشأة منجزة يمكن أن نقوم لها بالمراجعة البيئية. نقوم بإعداد كوادر لكيفية بيان الأثار المحتملة لقيام أي مشروع قبل قيامه، يعني قبل أن ينشأ أو يحدث هذا المشروع، وبالتالي يتمكن المتدرب أو خلينا نقول الخبير من بيان هذه الأثار أو تنبؤ بها قبل حدوثها لوضع خطوات لحماية البيئة طبعا على مستوى الوطن. هلأ هيدي دورة كتير مهمة، أي دورة أو أي نشاط هي داعم للناحية العلمية، يعني مثلا أنه بيعطي فيه بيكون إغناء، يعني مثلا الشيء اللي عم ندرسه بالجامعة، يعني الجامعة ممكن تدرسي شيء نظري، الدورات ممكن تكون رادف يعني رديفة للدراسة النظرية، كتير مهمة هيك دورات، مثلا دورة تقييم الأثر البيئي كتير مهمة. يعني تأتي الدورة ضمن جهود وخطط وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمحافظة على الصحة والسلامة وحماية النظام البيئي في سوريا.